باشه برزدان حموله یکتان بخیر بین با برنامه امرو من گوتن با او گوران لبنین تاو کنده که او ریان کده بنوه سرچه حموله یکتان بخیر بین لبرنامه امرو من آیا انجیل و تورات دستکاری کراون یا نه لسرطه برلوی بیش بناو بابتی برنامه امرو من دمی بزم چه مسلمانی چه عزیز دیوه قسمان ببکم بزام چه مسلمانی چه عزیز دیو بی قسمان ببکا سبارت بو ایک آیا انجیل و تورات دستکاریان کراوه یا نه توز اقصو باس من ببکا سبارت با انجیل و تورات رژین مهدی دیو قصب کاتم بزنی چی رژین مهدی لی کامیره ور بر بستونی دابنی عزیزم بستونی دانی باشه بستونی دابنی ور نگرد يعني تنها بو جوندان هاتي دبرو ملي خود بشجينا ولا ايما فيرا هين مبا معرفة مبا داي چه برا زيشتر چه مصطنع تر دايوتن بي قصب كاتن توزق برسياري بسيتي ليلة كين ما ترسين باشا اوان كاروان عزيز دايوتن جوان بدا دريان لكين جاري ایو هاتون که لیرو افیر معرفه بن توزگ آشنایتی پیدا بکن به معنی انجیل، معنی چیه تورات، معنی چیه و لگل وجدین جوان دادن لسرتا دا معنی هنده که مسلمانانی عزیز ور بگرین لرگای معرفه و علم و زانست توزگ آشنایتی من بکن سبارد به انجیل و تورات و ای پیمان بلن آیا انجیل چیه و تورات چیه و آیا انجیل و تورات دستکاریان کراوه یا نه و ارو توزگ بانمونه کرتباسک یا خود پختباسک من باز بن سبارت به وحی وحی چونه و چون دکره و جورکانی وحی چین او دلیتن زور کریوری دگرین بناوی کامران بابیتن بزانی او لگر ریز من بو کر ورناگری دباش ورناگری دبرو او دبرو ده ایو ناوی فیر معرفه بن لمن ناوی فیر معرفه بن لمن به هیچ جورک بانتان دکم بزانم چه دیه بیتن چه مسلمانه که بیتن برواب کن یعنی پرسیارتان لینا کم سبارد با الصحابی و جلیل یعفور بن مسکوب به هیچ جورک نانا او بوکاتی تربه با اما البته با بوکاتی تربه من پرسیار دکم توزک سبارد بانمونه قرآن کتن سن صورت و چن آیتا و چن صورت مکیه و چندی مدنیه اندی پرسیاری ساده و ساکار اینجا دواتر بونم اونه کاتی گلیاری توپی پی بی پیش اوی کوا یاریزانی یدک دابزه بونه و گورو پانکا لدرو توزک راهنان دکا مشق دکا باشا مشق دکاتن بوی لی را بی منیش لسرطا و لگل ایوه هندی پرسیاری اوه ها کزایی سرپیی دکین بزانی زانیاری و زانستی تن چیه سبارت با موضوعی بونمونه قرآن و او کسی که واده لسر کامیره قصد کاتن دبی بانمونه و نی خوی نشان بده لسر تاوه دبی به کامیره به ببی کامیره شتیلو بابتن نیه اگر هاتو کامیره نکرده و دست بجه داد دخم دارو کمال و دست بجه لسر داد دخم و اگر داری تام شتیلو بابتن نیه اما قبولی ناگی یا او تداوی کامیره مکم کامیره بکوام دبرو مانو کامیره ناکی دبرو باش جارش در فیر با یک سر دوی کامیرا بکی تو یک سر دوی کامیرا بکی تو باش شتیوانیا لسرتا پیش وی من بیمد نو بابتا که راسه که من هندیک مسلمان هم بردگم سر چاو بر رزانو عزیزان همو لیکتان بخیر بن قصو باستا بارد با انجیل و توراتا آیا بجوری فرمودکانی محمد و هر و دخکانی قرآن تحریف کراون یا نه اما بابتا چی زور گرنگ دین ولامی او نزان و جهول و احمقانت دینو لبرو من لسرتا دمی مسلمان ور بگرم راسه که الچی قشی خویری اها بحری چارچل او با تو من نره نه توی بر بگری ده باش ده براده چه نوی چی لخوی نو ده بی کامیره بکی تو کامیره نکی تو رگان آدم به هیچ کس همه گرمیانی بزانین دیویتن بی قسمان بب که اها توش نه توی تنها با جوندان هاتی برو لی اما فیر معریفه ما با لی اما فیر معریفه ما با اما جوند پینا دینو بلام رگان نادین فیر معریفه بی به هیچ جورک نه یو دین لی امو فیر معرفه دبن لکاتک دا نتا اندازانی صورتی توحید چیه صورتی فاتحه چیه صورتی اخلاص چیه لی امو فیر معرفه بون چکا ملاکان پیتان نالی نگل وش دین جوان دادن نه هر جیز لبر اول سرطا دوی کامیرت بکیتوا اینجا کامیرت کردو جوان دا
حما جنش دلت انتو بشري دبرو برودرچا دي نانا تو ورا بوم بسلمنا تو ورا بوم بسلمنا روق حما جمال دي ورا توم بوم بسلمنا قرآنك التحريف نكرا ورا توراة وإنجيل تحريف كرا في ما بلا وكاميرا بودنار هو ما مسلمين شكا بلغة قصة دقا بقصي تونيو بقصي منيو بلغة هي ببلغة دبي قصة بكين يلا بوشي اون دل كاميرا ترسن دينا سورة كان شوية لجورة دينا سورة كان شوية لجورة باش ناتو ديكلاين اتكرت باشا ديكلاين اتكرت او دبرو دينا سورة كان شوية لجورة دينا سورة كان شوية لجورة اها لا لهيني جن مان دبي وين يا دبرو دينا سورة كان شوية لجورة دمي دينا سورة جور بكرم بوي توزك ترسي وانا بشيتن باشا بوي توزك ترسي وانا بشي اگه خود نشان دی کامیر دنیا کجا جام برو درو بگری وا برو درو بگری وا رو وارد دگرم باشا چیه ناورن سیره ناورن هزار دست به برنامه کم دلن کامیرا وارد لسر تا و دو قصب کم زنگی بزنیم با بتن چیه باشا ولی محمد ببرسه برای روح چیه محمد خوی نیزانی وا باشا باشا او بود کامیر دنیا کجا جام کامیرا دنیا دارو کمال دی بچی تو درو بگر ریتو بوی ورد بگرین باج نیا نه علی سالا تو ورد بگرم فرمو تو ورد بگرم دی علی سالا خو تو تیان نبریوی تیان بریوی اد باو کر رو یعنی تو تیان بریوی دبرو داری مادم دی ناسوره که لجور وری بگرین دمانوی دی ناسور اگور بگرین کارمند مجید کارمند به کامیر دنیا بدا خوا هاو کار شیخ فرمو او تو ورده کارمند سلاو درچاو دکتور جان شوانی خوش بیس فاز دکم تو شوانی بانا از هایی چی من زور معجیم با تو از هایی بو کره کی بچوار پیار؟ اه 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 ملحد چی تری؟ ملحد نامی باشی پیغمبر کد چی بو؟ نامی باشی پیغمبر کد چی؟ او باشه محمد و چند جار توی انگا؟ باشه تو برو او نامی چی بو؟ اوش با برو هر زود بی اخلاقی خویان نشان بدن باشه یعنی زود بی اخلاقی خویان نشان بدن او اخلاقی که لسری پرورده بون باشه او اخلاقی که کنی تکامی رد نیا او اخلاقی که لسری پرورده بون باشه دی چه مسلمانیش تر هیا دی بیتن بیتن تو وره ورده گرم چروستانی دی باشه سر و چروستانی بله او اسلوبی که سرود باشه توش فنیتو دکین باش سرود یک دقیقه تو زگه او خویر و سرسریانه با تصفیه بکین بویل ایمه فیر معرفه نبن برادره دای بزنین چه مسلمانه که بیتن سبارد به تحریفی انجیل و تورات قسم هم ببکن مناف صالح به هیبه شرب بی اخلاق کم بیرم دای و تو من نارد دای اما مشکل نیه که گوارن با جوین بدن او رو تحملی هموشتیان دکین او رو تحملی هموشتیان دکین زور طبیعی زور عرصاییه چکا من بز بخوم دزانم چویان دیشه بز من دزان چوی اندشه پشتیوان عبدالله و ایلی نکردون که بتوانن پشو بدن باشه اما باش ناوی چی بو امین با یک دقه مناف صالح توش برو چه دیوت خوی تاقیب کاتوا
او تو دبرو دی دی چیتر دی خوی تعقیب کاتوا قفتان یلا مشکل نیا نه من کاکا جان جونم داوا عزیزم من جون ندم وا من دلم ورم پیم امبلن چکار روزانه دن قصد کن تورات انجیل تحریف کرا ور با مناقشه بکن ور با مناقشه بکن مناقشه یی لوجی چی بزاین لچوی دا دلی تحریف کرا وا باشا و منیش امر کو بوت اند سلمینم ک قران کان لله شو نک دا نال تحریف کرا وا یک دقی قران تانیا و یک فرموده محمد تانیا محمد جرأتی نبوه بلیتن انجيل وتورات تحريف كراون باشا محمد جرأتي نبوة محمد جرأتي تيدا نبوة بلاي تحريف كراون كاشي أمرك إيوهاتون إيوهان دبن كردوا لدبنجي وجهلو أحمقي خوتانوا هاتون همان شدلينو بيوي بزان كوا موضوع كاشونا وشون نيا باش نيا دانا شارزوري فرو كاميرا دنيا بورا كاميرا دنيا نبا جون بن كاغت ما ما با چیش بلا موزور طبيعي زور اسايه بلا موزور طبيعي زور اسايه لچويدا پرسياري من زور بسيطه مسلمانه لچويدا يكفر مودن بوبينن كحمي كري امه وتويتي تورات يا انجيل تحريف كراون يقدق قران بوبينن كدليتن تورات يا انجيل تحريف كراون بونينيا چکا حما خو کسی چې نصرانی بو با شارزای هب ولا تورات ولا انجیل د زانی تحریف نکراوه چاګ د زانی او موضوعی زانی وا باشا او موضوعی باش زانی وا کچ امر او ایو هاتون نزان موضوعی تحریف وی تورات او انجیل تان لچو هینا وا باشا لچو تان هینا وا وستا رسول اوینه وستا رسول اوینه دی او کامیرا بو تو مرد ا لچوی دا کاکا جیتن تحریف کراوا متر سی متر سنما او وینا کتمان بینی وینا کتمان بینی انجا دواتر بو رسوا کردنت تازه وینات بد یار کوت یک دقه باو کر رول کامیرا ج درسن اله دینا سوره چ خو مان لجور کنیا دیناسوره چ خومن دیناسوره گلا جوره کنیا دیناسوره گلا جوره کنیا دیناسوره گلا جوره کنیا باش یار کزنیا کز جور ادناکا وازل دین کز جور ادناکا وازل لا سرتا صلوات گلا سر محمد لدین شکل صورت الاحزاب دلت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لراستيدا الله فرشتكاني نويجو نزا لسر حمي كري آمدكان دكواتا أي اسم القتكان أي ريشبانكان إيوش نويجو نزا لسر حمبكان وصلاوي چي محترمي بوبنيرن وهروها لسر بنماي أما إستا صلواتك لدين لسر حمي كري آمد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم اللهم بارك محمدا كما باركت إبراهيم اللهم أنك حميد مجيد كاتك صلوات لدن آوايا كاتك صلواتي چي آواد لدا تو دز درجيت كرد بيت سر خشك تو دايكت بجوري فرمود راستكان لغناح كانت پاك دبيتوا اوي صلوات لدن باشا مسلماني كرد اوي صلوات لدن فرمان ولسترتا بچند دقیق لقرآن پیروز دست پیدا کن انجا او کات دست بابتی بابت کمان دکن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله بل العظیم ولم يطمثن انس من قبلی ولا جان صدق الله العظیم شیطانی عزیز لم دقی قرآن دا دلی حوریکانم پیشوتر للاین پیاوی جنوکو پیاوی مروبو کن نکراون تامثا یعنی خوینی لیهات خوین لیهاتن لکاتی تقاندنی پرده شیطان واتنو سری قرآن لم دقی دلیتن حوریکانم پیشوتر کن نکراون
للاين پیاوانی مروف و پیاوانی جنوکوا و هروها لدقی تری قرآن دا های دلیتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الهبل العظیم ويطوف عليهم ولدان مخلدون صدق الشيطان العظيم شيطان لم دقيدا دلي كراني نيريني منال كقنجان وق مرواري لوسا بسر بياواني بهشتي دا دسورينوا وهروا لدقي شتري قرآن دا كلنوسيني شيطانا دلت وأصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يا وراني بهشت بياواني بهشت لروشغاركاني بهشت بخوش حالي و سرقالن سرقالي چين افتضاد البكارة وات دراندني پر ديك چيني حوريكان وهر چنجارك ديد رينن او جارج تر الله چاچي دكاتوا چك الله لقرآن دا دلت فجعلناهن أبكارا واتا حوريا كان من كردوا بپرددار بشويشي هميشيي وهروها نوسري قرآن دلي فإذا أردنا شيء قلنا له كن فيكون اگر وست من شتك بهيني نبون دلين ببا واشتك دبيت برزان برنامه أمرو من سبارد أوي آية إنجيل دسكاري إنجيل وتوراة دسكاري كراوي يانا راتكي من هل رجاي أو دقاني كوابون منا قرآن ياخد نسر قرآن آماجي بكردوا بشوي چي زور بوزاتيف آماجي بإنجيلو تورات كرديا بون منا ديها دقي قرآن هيا دلي مصدقا لما بين يديه وات قرآن دا بزيوا بو پسند كردني أوي لبردز دايا وات بو پسند كردني تورات وإنجيل بين يديه وات لبردست يتي وات التصديقي أودك كلبردستا لبردستي محمد لكاتي محمد بونيه أجر هاتو تورات إنجيلك دسكاري كرابت تحريف كرابت چون نوسري قرآن دلتن مصدقا لما بين يديه وات دامان بزاند وبو بسند كردني أوي لبردستا لتورات إنجيل أما يك دو تنانت نوسري قرآن تحداي مشرك كان دكات كدو برتوك بينن بو اوي محمد بيادامك آتي چلنوي سورة القصص دلي قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين واتا أي محمد بلي پرتوچک بینن للاین الله که هدایت بکا ولو دو پرتوک باشتر به با اوی من پیاده ام بکم اگر راز دکن ام دو پرتوک چین چکه دل دو پرتوک اهدا منهما منهما لزمانی عربی انی دو پرتوک یا قرآن پرتوچک دوی پرتوک چتری شبی الطبری من هذين الكتابين الذي بعث به موسى والذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وات اي قريش كان اگر راز دكن برون پرتوكي چي وكو موسى بينن وياخد قرآن هرچن ما بستي قرآنية ام دقا او تريان ما بستي انجيلا چكو قرآن لسورة القصص ننسرابوا پرتوكي نبو بناوي قرآن كنسرابتوا وات دلتن برون پرتوكي چي وكو انجيل يا توراد بينن كوالا بردستا حاو تشني او بو اوي من بيادي بكم وات جاري چيتر اما رتي او دكاتوا كا انجيل و تورات تحريف كرابن واروها لا آياتي نوتو چواري سورة يونس دله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك دلت أي محمد اگر شكو گمانت هيا درباري اوي بو من دابزاندوي اول لو كسانه بپرسا كه پرتوكاني پيشو يان خويندو توا الطبري دل پرتوكاني پيشو مبستي التورات و انجيلا واتا چون اگر هاتو دسكاري كرابه نوسري قرآن دلتن
برون لكسانك ببرسن كبرتوك كاني بيشو دخوين نوا يقرؤون واتا حالي حاضر واتا لإستاد يخوين نوا باشا چون دكرت ناكرت باشا واروها آياتي سي سورة آل عمران دلي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه واتا أمبرتوك قرآن بحق بودا بزيوا پسندی امپرتو کانادا کا لبردستا وات استا بونی هيا وات تورات و انجیل اگر هاتو تورات و انجیل تحریف کرابی چون نو سری قرآن دل مصدقا لما بین یدیه باشا و هروها بانمونا آیتی 68 سورة المائدة دل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل واتا أي خاون پرتوگ واتا اي يهودي و مسيحي كان اي ولا سرشتگنين تا وكو تورات و انجيل پيادنا كان واتا تورات و انجيل هبوا اجينا چون پياندله تورات و انجيل يچي تحريف كراو پيادا بكن اگر تحريف كراو بي نابي تحريف كراو بي بيت جورك باشا والحاصل دقي لو بابا تزور بازور كاتي خومن بابا و نكوجين لیره دا کاتک دین آماده به هم او دقانه دکن که آماده به تحریف کردن دکن دبینن لشان خالق دا خوی دبینه تو و هیچ کامی چن به معنای تحریف کردنی انجیل و تورات نیا یه چگل وانه قرآن خطابی و تاری برانبر به کاملا کسی دیاری کرده ل درجه عربی کاملا یهود کوا ل مدینه جاون توجیه قرآن برانبر به خلقانه اویک دو دقکانی قرآن دلیتن یهودی کان مانای وشکان دگورن مانای وشکان دگورن چون مسلمانان امر که هاتون بانمونه مانای وشی علاقه به مانای کلویک خوینه دیگورن و دیکن به اجازی زانستی همان چشن امر که چون دبین اجازی زانستی قرآن زور بوا لرگای گورینی مانای وشکان چکل زمانی عربی هر وشه یک چندها معنی هست دین او معنی بکار دین معنی سردم با اوی اعجازی زانستی همان شده یا معنی دقکان دا گورن دقکان معنی چیه؟ بلا معنی چی تری پید دن با نمون زور کس هیا شرم دکا لدقی کواعی با اترابا دیدال نخیر به معنی ممچی گورو تنیا شرمی لدکا تا همان چشن و یا خود شوازی خوین نویان گوری با ایه لقرآن دا قراءت سبعه هیا حفش شواز خوين نوه هي بودق كان هي دل قتل هي دل قاتل هي دل نازانم چي هتا وكو دواي باشا يا بونو منكاريان بهندق لأحكام كان نكردوا يهودية كان اشتا اوي مسلمانان كار بزورق لدق كان ناكن باشا كار بزورق ناكن اي دستي دزدبرن برد باراني زينا كردكن نازانم چی دکن جی دکن نخیر هیچ نکن ایوش دست برداری زورگ لحکم کن بوینا باشا زورگ لحکم کن بوینا یا هندی چند شردو توا یهودی کن البته مسلمانان زورگ دقتان شردو بر لسردمی انترنت چه لکردگان دیزانی منالی لسکه هی لبهشت چه دیزانی کواعیب اطرابه هی باشا چه دیزانی نازانم محمد زینبی مارک کردو چه دیزانی دقی چی قرآن هی بونمون دلتن ولما قضا زید منها وطرا زوجناکها ای محمد هرکاتک زید پیوستی به زینب نمال تو من مارا کرد چه دیزانی دقی که دلی وان امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبی وان اراد النبی ان يستنكحها خالصة لك وات چه دیزانی دقی که دلتن ای محمد هر جنی چی ایماندار اگر خوی پیشکش بتو کرد و اگر تو ویستد بیخیت نیوگلیو آسایی کس زورگ لوانه مسلمانان و ملاکانی کرد لخلچان شرد بوا امرو کسر حل داده یهودی کان همان شد و هنده چند گانمونه دلیتن پرتوککانیان کردوه با قرطاسیه جزء دیفروشن ای باشه ایوش جزو تان هیا من نازانم سی جزوه نازانم چی قرآن تان کردوه با جزو جزوت امو تبارکو نازانم چیو چیو کردانا بجزو همان شتا لبرو یک دقنی لقرآن دا بلیتن کوا دقکان تان بونمونا یا پرتوکان تحریف کراو به هیچ جورک باشا به هیچ جورک بلی تحریف کراو دواتر برزان من خریده یک تان پینشاندم یک دق پیجوی بین نو بابتا کمان او بابتا درود ریجه هیوادارم لگل من بند جو امدن بوانی جون دادن
جاهل ونزان جاهل ونزان برزان صار طبيعي وري وقرا جواندان اللي راهاتوين عزيزان سردمانك اللي راهاتوين سردمانك اللي راهاتوين عزيزان عزيزان طبيعية من كاميرا كم دا صورة نم اول جوجل دوزي مو امرو لصدي ششم دو وين هيا اوي شين التوخكا باشا توخكا او ايني يزيد ايني ببورن ايني مسيحي صالي سيساتو بيشت بنش هر وقل لرد عدي بينا او تلخوار ونسراوة صالي سيساتو بيشت بنش واتا سيسات سال سيسات توزا كمتر دو ساتو نوات سال بيج محمد قيشت بو همو او شوينا شين التوخكا سيري كان باشا ولصالي شصت واتا لسردمي بيغمبراتي محمد رك كاتك محمد دبي بيغمبر سير كان يا اعلاني بيغمبراتي لك همو او ناوچاني كوا رنگا ايني مسيحي جيشتبوا همو او شوينانا بسودانو بحبشوا اگر سيري او شوين زورانا بكي رنگ به هزارها كليسا بوني هبو بيه و هزارها پرزدگای یهودی بونی هبو بی واتا پیجوی محمد بی با پیغمبر هزارها کوپی انجیل هزارها کوپی تورات اوی مسلمانان پیدلن یا پرتوچی پیرو سردمی کن پرتوچی پیرو سردمی نوی بونی هبو باشا و تنانت یچگ لکونترین اناجیل یا اوی پیلن انجیل كوا دقريته لا فاتيكان بوني هي كدقريته بو صالي 350 ميلادي واتا نزيق 250 سال برل محمد وكوبيك يبناوي كوبي سينا كالمتحفي بريطانيا بوني هي دقريته بو صالي 350 زايني واتا نزيق 250 سال بيج محمد كوبيشي مصر هي دقريته بو صالي 400 زايني واتا 200 سال بيج محمد وها كوبيا كان همويه كودسكاري نكراو لقل يك بالضبط مطابقا ببي كموزيات ببي كموزيات باشا ببي كموزيات دو خالي اشتركوا بلامو قرنقا اما جي كيفكم اوه لدرقي عربي نزيق بحفتاو بينج قنت هبوا يجيق لوانا بون لمنطقي نجران كمسيحي بون وكاليسان هبوا ولا عراق يكم فتح كخاليدي كري وليد ديكا بابن بابوتان بخنوا بيجقلوي لا شام ولا شوينا كاني تر بوتان بابخنوا لا عراق اوكات بونمونة او بوتان بخنوا شام اردن فلسطين لبنان همو اوانا مصر السودان حبشة يمن تنانت بونمون يمن سرتي فيلتان هي اي فيلكي خاونشكو ابراها خويد المفسر كان مسيحي بو هاد ويستي ايني مسيحي لمكه ومدينه لمكه بلا وكاتوا ويستي بتكام فريب داو كعب بروخ يعني وات ايني مسيحي زور بر بلاو بيش همو كوبيا كان او سردم كودا كيتو دبين نكور درايا همو يعني شي بو يعني تشوتشون او كوبيا انا همو كوكراوا همو دسكاري كرا لقل هاتني محمد أهم بيغمبري كاتو بناي محمد با أو هزارها كوبيي تورات وإنجيل كوب كينو ناي محمد رجب كينو شكا بيغمبري كاتي ناي محمد وإدعاء بيغمبراتي لك أما قصي قورا ناش تلوجيك ومنطقي يجمرو بيكو بونمونا سير علام النبلاء الطبقة السادسة بونمونا لا برسي وشوار سبارد با ابن إسحاق ضلي محمد بن إسحاق كأصيري النبوي نسيوا سيري محمدي نسيوا طليناوي محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار صاحب السيرة النبوية طليك سيري بيغمبري نسيوا محمد نسيوا وكان جده يسار وبابيريناوي يسار بو من سبي عين الطمر لجيرا وكان لدي لكان عين الطمر بو في دولة خليفة رسول الله لسردمي خلافتي خليفة كان بيغمبري الله باشا دواتر منال دبي ديبن بو مدينة ومكة دي فروشن بكويلة ودبي بكويلي كسيق بناوي مخرم بن المطلب بن عبد المناف والطبري لتاريخ الأمم والملوك المجلد الثاني مجلد دوم دلي وقعت تلك المعركة في العراق ما بين قوات المسلمين بقيادة خالد بن وليد والقوات الساسانية ومعها جموع من قبائل العرب النصارى وتقع عين الطمر
غرب الأنبار وهي منطقة أسسها الفرس لحماية حدودهم. دلي شري عين تمر دكويتا روش آواي شوى هروق آما جمع بكرة كويتا روش آواي أنباروا ودلي خيلي مسيحي لبو مسيحي باشا مسيحي لبو أوكاد كات خالدي كري وليد لسالي دوانزي كوشي بونمونا داجيري دكات هر اوان دخنم بو بزان کوا چم بل بر بر بلا بو تناند عيني مسيحي او كات و هر وها البدايه والنهايه سند 12 من الهجره النبويه برتوشي البدايه والنهايه ابن كثير صالي دوانزي كوچي وقعت عين تمر شري عين تمر وغنم جميع ما كان في ذلك الحصن قلايك شورايك خالد كرور الداجر دكا و هر شي چي دابو بغنيمه ديگره ووجد في الكنيسه التي به ولو شورايك كنيسه چي دبو چل منالی لیبو یتعلمون الانجیل چل منال لکلیسا گبون کچوبون بو فیربونی انجیل وات انجیل بربلاو بو باشه؟ انجیل بربلاو بو چون او هزارها هزارا کوپی انجیل کو کرای و گوتیان هم پیغمبر کاتوا بناوی محمد با کوی کینو محمد اگان بارش بکنه اما قصه قورا تنها لعقل مسلمانان دو شیطوا حتا وکو دوایی بابین با سر دقیقا نیست که بزنین لچوه اماجه کراوا که با نمونه دستکاری کراوا دین دانه بدانه دقیقا تا مو دخوین دیو یک دق پاز ناده آیت 75 سورت البقره اوی جگای سیر و سمره برزن محمد تنها لیگ آیتی مکی دا اماجه کردوا سبارت بتحریف کدواتر دین سری سبارت اویتر هر هموی آیتکان مدنین دوای اوی محمد بهی واده به که یهودی مسیحی ایمانی پیبینن ده هرش دکات سریان لمکه اصلا بیدنگ بوا لیگ آیت دانه به که آماجه پیدکن آیت 75 سورت البقره دلی چیری هولیری مانگای سلیمانی دلی أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون آية أرزو لكان إيمان بهنن وفريق يتيان سيدك نالهم يان فريق منهم فريق يتيان بون من استاكا باسي توبي بي جهاني بكين دلين فريقك كاتك دلين فريقك واتا فريقك لكوي سيودو فريق كباش دارن فريقك فريق ايشان كفريق ايشان جويان لو تي الله دبي ثم انجا دواي اوي كوا تي دقن ولا بري دكن تحريفي دكن تحريفي دكن باش بين بزين او ما نايتشي ايت حفتاو بينجي سورة البقرة الطبري أفتطمعون أن يؤمنوا لكم آية أرزو دكن إيمان تام بيبينن أن يؤمن لكم يهود بني إسرائيل آية أي مسلمان أرزو دكن يهود يكاني بني إسرائيل أواني لمكة لمدينة بوينة لمدينة بوينة شكو خطابي خلش مدينة إيمان تام بيبينن وقد كان فريق منهم وفريق اكتيان دا طائفة من بني إسرائيل واتا جروب يجي بچوك لبني إسرائيل جروبك لبني إسرائيل يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وذلك إن الله جل وثناء إنما أخبر أن التحريف كان من فريق منهم طلع الله شكومنت رايدا جيني كتنها فريقك لبني إسرائيل تحريف ينكردوا باشا. ثم يحرفونه بزانين ما نايتشي التحريف ثم يبدلون معناه وتأويله ويغيرونه واتا دسكاري دقيان نكردوا بلام كاتك دهاتن معناي او دقيان ده معنا كيان ده قوري تأويل كيان ده قوري شروف كيان ده قوري موضوع كنالي دسكاري دقيان كردوا ثم
يبدلون معناه وتأويله ويغيرونه هر وقت شون امرك كومل اگل مسلمانان او كار دكن او سم القتاني لو سردم پیدابون هندي چان شرم دكن بونو من باسي من الله لوس كان بكن باسي لم يطمخن باسي كواعب اترابا بكن يا باسي شتي تربكن همان شت باشا هر همان شت باشا يحرفونه بيمان دلي الطبري اي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي معناه إلى غيره واتا لا ددن لو معناي كدقك آما جي بيكر ديا معناي شتري بيدا بخشن هر وقت شون مسلمانان أمروكا همان كاردكا هر وقت آما جن بوشي علاقة كرت باشا آما جن بوشي علاقة كرت كوادين بمعناي كلويكا دين نخر اما كلونيا بمعناي نازانو فصل جي كورب لزانيو نازانم چي وكوبونو مندلين خوي قرآن دلتن يخرج ما بين الصلب والترائب توابي پياو لپشت ودش نا خوي دزاني موضوع اكا چونا اي چونا خوي گوني منال كات كورب لئو لناو جيداي چي تي لنوان پشت نزيك پشتي دروز دبي دواتر دادا بزي قرآن مبستي اويا بزانا همان شتا همان شت كوا خودي مسلمانان ديكن مبستي همان شتا الطبعي. واروا دقي شتر لسورة البقرة ضلي حفتا ونو سيجي كان برزان او بيني من هيج بيواندي بتحريفنيا دواتر طائفة يكا اگر هاتو بقرنو بو اماركان چند يهودي بونيان هيا و بنسبت اواني درگي عربي تبينن سطايه چي يهودي كاني جهاني نكردي اوي درگي عربي سطايه چي نكردوا چي بيواندي با يهودي هيا هر وقت من هزارها پرتوچي پيروزي سردمي كونو نوي لکنيزكاني همو دنيا بوني هبوا يعني شون قريبنا آيات حفتة ونوي سورة البقرة دلي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون واتا أمدق دلت فويل لزمان عربي يعني واي يعني بومب وكو آزار ويل يعني بومب وستن كآزار تاندم واي قرب سر أواني كبدستكاني خويان شد نوسن إنجا دلين أمل لين الله ويا بو أوي توزك باري بي بدس بينن باشا ما بس لم دقت شيا يعني كسانك هستاون پرتوشان نسيوا وقوتيان أو پرتوكا أمل لين الله ويا بو اوی پاره بدست بینن باش استا که پیتان دلیم مبستی امش بینه بو سر الطبری دلی کان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم انه من عند الله لياخذوا به ثمنا قليلا الطبری دلی او مبستی کوملگ لیهود یکانی درگ عربیه که پرتوچان دنوسی بزمان عربی و دیان فروش با عرب و دیان گود ام پرتوک للاین الله ویا اخر اما چه پیوندی با توراتو هیا باشه هیچ باشه چکا عرب عبری نزانی و استاون ورجرانیان کردی لورجرانگان درویان کردی وکو او کردانی امرو که قرآنیان ورجراوا قرآن دادنین قرآن با کردی دبینی پری دروی کردی لیش وینه چه قرآن دانه نسره زوی گوییه لنوان دو کوانه دانه زوی گوییه اما همان درویه که ایوه دیکن همان درویه دیکن که تک ایوه لزمان عربی وردن جرا و بسر زمان کردی هاتون همان شد دکن که و یهود یکن لدرگه عربی کردو یا نه لعبری وریان جرا و بسر زمان عربی و درویان تیدا کردو لعربی که ایوه کرد همان درو دکن همان درو دکن که تک وری دجران لزمان عربی بو زمان کردی دین پر ری دکن لدرو همان شتا هیچ فرقی نیست باشه اوش باب رو دواتر آیتی سطو یکی سورتی البقر فرمو برزان ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وكاتك پیغمبری چان بوهات للاین الله و او پیغمبرا پسندی اوی کرد که پیانا وات یهودی و مسیحیان پیانا پیانا یعنی او پرتوکی پیانا بزن جارش در قرآن اعتراف دکا تورات دسکاری نکراوا
ولما جاءهم رسول من عند الله وكاتك بيغمبرك للاين الله واحد ما بس محمد مصدق لما معهم وبسندي اوي كرد كبيان يهودي ومسيحي كان بيانا بسندي كرد قلت من بروان بيت راستا جشم لقالي دانيا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم جروب ايشان فريقك دوبار ضل فريقك فريقك ليهودي كان او برتوكيلان بو شارديان او خستيان بشتخويان بو جوايا ناوي محمدي تداو ناوي نشاني بدن سيديكا جوايا ناوي محمدي تداو داوي بشار نو ناوي كز يعني محمد بني الطبري شي ضل ولما جاءهم ضلكاتك هات احبار اليهود وعلمائها من بني اسرائيل رسول يعني محمد وظلت كاتك بيغمبر محمد هات او بياو اين كان يهودي وزانا كان بني اسرائيل مصدق لما معهم باشا يعني به ان محمد صلى الله عليه وسلم يصدق التوراة باشا واتا لتوراة كان نسراوا محمد اماجي بيكراوا نبذ فريق طائفة فريق فريقك طائفك يعني جروب ايشان توراة شاردو لا يعلمون ما في التوراة من أمر باتباع محمد وتصديقه باشا ناني ودان بو دابنن كمحمد كمحمد بونمون للتوراة دا آماجي بيكراوا وبين إيمان بمحمد بينن أما تشبهي واندي بوهاي هيج آماجي بويناك أتن قوراوا تحريف كراوا تيدانية تيدانية باشا آيتي ١٥٩ سورة البقرة برزان بابي نسروا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون واتا أواني باشا أواني أوشتان دشارنوا كبومان دابزاندون ببلغو هداية لبرتوكا كيان اوانا الله لعنتي عن لدكا و لا انكران لعنتي عن لدكا بزين ما نايش يشار نوا يكتموني عند شار نوا الطبري اولئك اهل الكتاب كتموا الاسلام وهو دين الله وكتموا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ما بس تيتشي دلي اواني اهل الكتاب باشا واتا مسيحي يهودي اما جاكرني بردوكا كانيان باسلام كديني الله وهروها بيغمبراتي محمد كلا بردوكا كانيان نسرى شاردو تيانو عجيب غريب يعني شون شاردو تيانو شتيد لو وابتن باشا يكتمون شاردو تيانو نالي غوري تيان دل دي شارنو بيما نالين كاما بماني محمد دي ايه برو خوتان بقرن بيدوس نوا وقت لبردستانيا برون بيقرم زان لشو آماجا بمحمد كراوا دوبارا او نالتن تحريف كراوا واروا آيات حفتا وحشتي سورة آل عمران وإن منهم لفريقا دوبارا فريقك باشا دلتيان دا فريقك يعني فريقك نكهموي فريقك يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون واتا فريق كان تدا طل فريق كان كشوازي دربريني وشكان دغورن شوازي در شلون زماني عربي بونمونا استاك دقه دغله ادخلوا سلم كافة هاتون قريبا ادخل السلام كافة دلن باشا دلن نأوى بمعنى عشتينية بمعنى إسلام الزميج يعني كسريج عن كردو بفتحيك زماني خوايا عند قرن بو أوي معنى دقيقة بقر همانشتا باشا دلن هنديش زماني خوايا بشويك دردبرن دقيقان باشا دردبرن كوق أو وايا لبرتوشي الله آماجي بيكرابي لكاتك دا أما لبرتوشي الله آماجي بيناكرابا وأوانا درو لكان الطبري چي دلي وهم اليهود دلي أوانا يهود يكانن
الذين كانوا حوالي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هادي طلي أواني يهودي كاني شاري مدينة بون كلا سردمي بيغمبر جيالن وات التايبتا بيهودي كاني مدينة وهم اليهود الذين كانوا حوالي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هادي من بني إسرائيل وات التنها يهودي كاني مدينة هيج بيوندي بيهودي هيش ويني ترنيا باشا ایوان واین کرد چه پیوندی به شونی تر هیا باشا هیچ پیوندی به شونی تر نیا باشا و هر و آیتی چلو ششی صورتی النساء برزن دلت من الذین هادو هادو یعنی یهودی من الذین هادو یحرفون الكلمة عن مواضعه و یقولون سمعنا و اصینا و اسمع غیر مسمع و راعینا لیا بألسنتهم واتا ضليتن أو إمام بستمانة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يهودي كان تحريفي وش كان ده كان لمتني آية كان نالتن كلمة كان ده قرن ضلي ما ناكيد قرن الطبري يحرفون الكلمة عن مواضعه فإنه يقول يبدلون معناه ويغيرونها على تأويله واتا ما نايوش كده قرن وشروفي آتك لقلي دادا قوري يعني نالي دن دسكاري دقكيان كردوا باشا دلي چون عن طريق تحريكي ألسنتهم لرقاي قوراني بونمونا دربرينا كان يانوا باشا نالي دن دقك دسكاري كراوا دلي ماناي وشكان دا قورن باشا ماناي وشكان دا قورن باشا آتي دوازدو سيزدي سورة المائدة دوازة دلي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل هتا وكدواي سيزدا شكل دوازة هيج أما جبت تحريف ويناك سيزدا يحرفون الكلمة عن مواضعه همان شد دلي ماناي وشكان لمتني آيتكان دا قرن وات آيتك اللي شويني خويتي بلام كاتك دين تفسير وتأويل لكن ماناكي دا قرن تفسير وتأويل لكن ماناكي دا قرن ودوازة رشي دلي ونصوا حظا مما ذكروا به وبشيشان تزبرداري بشك بون لحكم مكاني وهتبوني هي بلام تزبرداري بون الطبري يحرفون الكلمة عن مواضعه فيبدلونه ويكتبون بأيديهم غير الذي أنزله الله عز وجل على نبيهم ويقولون لجهلاء الناس هذا هو كلام الله الذي أنزله على نبيه موسى والتوراة التي أوحاها إليه واتا ماناي دقكان دقورن وبدستي خوين برتوك دنوسن ودلين أما الله داي بزاندوا ودي فروشن بجاهل أحمق كان لخلق دلين أما وتي خوايا ما بستي چيبوا يهودي مدينة هستاون بدستي خوين بونمونا قتيان أو برتوك چك عرب عبر زماني عبري نزانيوا باشا تورات با عبريا هستا اون كرديانا بزماني عربي لسر ملفي بيستي او اندانا او فروشتويتين بوي عرب بتوان بخوانو قوتيان اما بونمونا سفري خروجا اما سفري خروجا فرمو بزماني عربي ورمان جرو فروشتيان و پاريان بيو كرتوا بو دبن گونا زانکان عربي اما چه پيواندي با موضوع او هيا هيچ پيواندي با موضوع و بتحريف و گرانكاريو نيا و نسو حظا و بشي چان لبير كردوا و تركو نصيبا و دزبرداري هندشي بون واتا كاتك او كاريان كردوا تنها اوي خوين ويستويانا كردويانا بزماني عربي اوي نيان ويستوا واس يعني هنا اما چ بيوندي بتحريفه وهي هيچ بيوندي نيا المائدة چواردا همان شد دوبارة لكاتوا ومن الذين او سبارد بيهود يكامبو چواردا سبارد بچيا سبارد با هنا مسيحية كان ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأواني مسيحين كميثاق من ليان ورقرت بش دزبرداري بشيك بونمونا لدخ كانيان بون لبرو ايما اجاو دو برچيمان لنيوان مسيحي و يهودي كان هنا و اراو تا و كروج قيامت تاظم باشا يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين واتا دليتن أي أهل كتاب واتا مسيحي يهودي پیغمبرك تان بو هاتو واتا محمد زورك لو شانتان بو دردخا كأيوا لپرتوك كانتان دتان شار دوا نالتن لپرتوك كانيان دابوني نيا يا دسكاري كردوا دقيان هبو شار دويتيانوا بخل كان نوتيا باشا ايواج لقرآن همان شد كان او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء والمحصنات من النساء ما ملكت ايمانكم آيتي متعة إستاك إيوش بونونا فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة هاتون دروي لقل دكان ما ناي دخ كده قرن دلين بمانة متعنية ما لقل أوش همو بلقان دليه متعة إيو همان شد دكان يعني شتي كان نكردو كوابشن دخ كان بصر نوا يا دسكاري وش كان بكان شلو بابا تبوني نيا بونونا دوبارة الطبري نسو حظا وكبيشو آما جمان بيكر تخفونا من الكتاب ديشار نوا إخفاء شارنوا يقول يبين لكم محمد رسولنا كثيرا مما كان تكتمونه ولا تبينونه لهم مما في كتابكم وكان مما يخفونه من كتابهم فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس رجم الزانين المحصنين طلعتن زورك ما بس تيجي طلعي هندي شتحبو بني إسرائيل دخكانيان دشاردو كاريان بينا ذكرت باشا دلی لبر او محمد هات پیغمبر زورگ لو دقانی کده تان شر دوا بدیاری خست باشا بدیاری خست دلی یچگ لوانه وک رجم کردنی زینا کران باشا که استاکن نمونه یک دین سبارت بم و اسباب نزولی هيا اما اسباب نزولی هيا و یعفو عن کثیر و یترکو ولا تعملون به و دزبرداری بونو کاری پیناکن اما ناله تحریف کراوه هیچ بابین سباره به موضوع زینا زانی چیه باش بونمونه بخاری کتاب التوحید جماری فرموده 7543 عن ابن عمر عمر کوری خطاب دلائه عبدالله بن عمر کوری عمر بن خطاب رضي الله عنهما قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرات من اليهود قد زنيا فقال اليهود ما تصنعون بهما طلع جنوبياوي جان هنا بولاي پیغمبر يهوديا كان هنا جنوبياوي جي يهوديان هنا بولاي پیغمبر قوتيان ام دودانا زنا انكرديا محمد قوتي چيان لدكن بجوري پرتوچ خوتان قوتيان دموچاويان رش دكين ورسوان دكين محمد قوتي تورات بين بوم بخوين نوا اگر راز دكن درونا كان دلي تورات يان هنا پیاوی چان هینا که خیل بو توراتی خوینده و که تک دستی گیشت او دقی کباسی رجم دکا دستی لسردانا پیاوی چوی رکا محمد گودی دست اللہ با ارفع یدکا بزان محمد تنانت عبریشی زانی و لیره پیمان دلی چکا با عبری خویندی تیو محمد لچوی او پیمان دلی زانیوی تی دلی فرافع ایدهو پیاوی که دستی خوی برس کری یهودی که برس کرده فإذا فيه آية الرجم گودی بزان او آية الرجم دستت برس کو میشار و او آية الرجم لیره باشا باشا يجيك لبياوة آينة كان يود دلي أي محمد كاتك بياوة قورة كان من زينان ذكر نمان تواني رجم يمكن كواتا بريار من دقوت من بوشي فقيرة كانش رجم بكين أو با برياري چي هاو باش بدو زينوا أو يا بونمونا هر دوشيان دمو تاوين رجد كين أو داكين محمد قوتي نأدى بالرجم بكين قوتي يلد الرجم يمكن أو هاتو بونمونا واروها ابن ماجا كتاب حدود آماجي بحمان شد كرديا همان شد کردیا و تناند لشونش تر دا بانمونه ل مدرسه دادنیشی محمد سرینشی بوده این لسری دادنیشی که اگر دستن توراتی بوده این محمد سرینه کد در دینه ل پیش خویدن دل توراتی لسر دادنن اگر هاتو تورات تحریف کرده محمد چون آن در رزیلی دگرد بین لسرین دادنن باش حبوا اوس مبستی بانمونه او دقه اوی کوا استاکا خوان منو کوا کاریان بهندگ دق نکردیا وهروها سورة المائدة آيات تشليك برزان چي دلي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه دوبارا
واتە مانای وشەکان لە مەتنی ئاەتەکان دەگۆڕن تەنها ناڵێتن دەستکاری دەقەکان دەکەن بە هیچ جۆر چلووسێ یەک دەربە قازیە دەداتن بۆ نمونە لەوانەی دەڵێن گۆڕەوە چلووسێ سوورەت ئەلمائیدە وەکەیفە یوحەکیمونەکە و عیندەهم تەورات فیها حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين طلع أي محمد أو تشون هاتون بولايتو حكم يامكي لكاتك دا تورات يان هيا كحكم الله تدايا وكاتك تو حكم يان دكي درون باشا أو أنا إيمان دارني أجر تحريف كرابيتن تشون قرآن دي بوشي وي آماجي بيدكاتن باشا المائدة 44 دلت دوبارة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا باشا 44 كي دلت ولا تأخذوا بترك الحكم بآيات كتاب الذي أنزلته على موسى أيها الأحبار دلت أمدق دلت الطبري دلت أي بياواني آيني يهودي دزبرداري أو آيتان مبن كحكم الله تدايا لبرتوشي الله كبو موسى دابزيوا وات آيتا كان بنيان هبوا بلام كاريان بينا كردوا باشا ولا تأخذوه به رشوة دلتن رشوة ورمقرن بو اوي دزبرداري بن كاري بينا كان ولا تأخذوا طمعا قليلا على أن تكتموا ما أنزلت وتما ايش كم ورمقرن بو اوي بيشارنا وكاري بينا كان نالتن لا ينبردوا دلت تيدا هيا بلام بياواني يهودي درغي عربي شار دي تيانو كاريان بينا كرديا باش آياتي نوتويتي سورة الأنعام برزان استطاوة دبيتن يبدو دق ما يطاو كتاب لين آيات نوتيوش سورة الأنعام قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا ضلي بيان بلي كي أو برتوكي بو موسى دابزان كروناتي وهدايتي بو خلق تدايا لقل أوش روناتي وهدايتي تدايا ديكن بقرطاسيا هر وقتم قرطاسيا باش باشيان دا كرت بونمونة باش باشيان چون إستا إسلام قرآن چند جزوة جزوة سيا سيو دوة چند جزوة نازم چند إتر جزو جزوان كردية أو بفير بو فيربون أوانش همان كاريان كردية همان كاريان كردية هند قرطاسيا كانيان بديار دي خسكاتي وريان دا جراب وصر زماني عربي بخلط وهند لقرطاسيا نان لك البقرطاسيا أوان دامز بيشارنو أما هيج بيواندي بقوران كاري أوانيا شي دلي فوجه تأويل ذلك إلى أنه لأهل التوراة دل دوارا أمدق أراسي أهل التوراة وات يهود يكان والمراد منه المكتوب في القراطيس ومن بست أويك وعلى سر قرطاس يكان هر وقتم هالوليان دادا لسر بيست تأمنو سيوا يبدون كثيرا مما يكتبون من القراطيس وبخلش عن نشان دادا وهندي كان لخلق دشار دوا أو يدانتر بقراطيس باشن لخلش عن دشار أما هيج بيوندي بدسكاري توراتوا نية ولا أخيرا قي آتي بينجي سورتي الجمعة دلي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله طلع نموني أواني توراتيان هل قرد بلام هل قرد نقرد وقعوا كروايا كبرتوك هل دقري أوانا خرابترين خلقانا داش أما تشبي وندي هي يعني دلي كاسيك بونا منزور كاس هيا مسلماني كرت حمو أو دقيان لسر جيب جدبي قوايا مسلمانا قرآن جان بيه بروان بقرآن هي وكو أو كروان كقرآني هل قرت بيه شكا هيشي اللي تناغا همان شي لسر خوتان جيب جدبي آزيزان برواتان بقرآنك هي برواتان بقرآنك هي برتوشي من قرآن وإيمان بيه كشي وكو أو كرواي كقرآنك هل قرتو هيشي اللي تناغا توش همان شتي أما شبي واندي بموضوع أوي هيش بي واندي بموضوع أوي باشا بابين لكوت عيدا يكثر مودة دخل ما عمدة القارئ شرح صحيح بخاري كتاب بدء الوحي دعاوي محمد وحي بولادة بزي قوايا دع بايك دي بولاي رادك بولاي خديجة دلي دام بوشن دام بوشن انجا دلي فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة
ابن عم خديجة، وكان امرؤا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. دلت كاتك محمد قراو لاي خديجة جاريك محيب ودابزان طلي يكسر خديجة بردي بولاي آموزاكي ورقي كرينوفل، وورقي كرينوفل لسردمي جاهلي ببو بمسيحي باشا مسيحي، وخريجي نوسينوي برتوك عبرانيا كامبو ونسينوي إنجيل بو باش صحيح بخاري كتاب بدء الوحي جماري فرمودة 3392 فرجع النبي صلعم إلى خديجة يرجف فؤاده طلب بيغمبر كاتك جارية كمحيب ودابزي قرايب ولاي خديجة دلي دلرزي فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل خديجة بردي بولاي ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر وبياويك بوك ورقة ببو بمسيحي يقرأ الأنجيل بالعربية وإنجيلي بعربي دخوين دوا باشا. وهروها السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب مبتدأ البعث والتنزيل سرتاي دسبيتشي بيغمبراتي ودابزين واتوحي شماري فرمودة 17164 وكان أمر أن تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء أن يكتب ضليتا ورقة ببو بمسيحي لسردمي جاهلي وضليل لتوراة لإنجيل جار عبري دزاني دي خوين دوا وأوي خوي دويست وريد جرابو سرزماني عربي ورقي كوري نوفل ورجراني كردوا أوي خوي وستويتي لتوراتو لإنجيل إشتاق زور بي زوري لناو قرآن كي حمي كري آما جيغاي خوي دوزي وتوا يعني اما چه بيواندي بموضوع اوايا ورقي كري نوفل چوا بكيفي خوي وري جراوا بوزماني عربي اما چه بيواندي بتوراتو إنجيل وحيا ها انجا لقل وش كردو تانا بشايد بو باشا اگر ويل يعني سيدك برزان سيدك سيدك او دقتان بابو بينا انجا سيدك چكار ساتك بابا راور جنيوان ابدو دقبكين سيدك افتانوي سورة البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله قرب سر أو كساني بدستكاني خويان برتوك دنوسن وظلين أمل لين الله ويا وقرد بسر ورقي كري نوفل شكتو بدستي خود بعربي إنجيلو هين دنوسي وأوي خود بيشتو سنك هموي قتت أمانة للاين الله ويا باشا قرد بسر لقال وجه ورقي كوري نوفل بو بتي بشادي بيغمراتي محمد كاتا خديجة بيتي قلت تو بيغمبري باشا وروا أمل شيء أما جي بيكرا أو فرمودي المستدرك على الصحيحين معرفة الصحابة ذهاب خديجة بالنبي إلى ورقة وتصديقه جماري فرمودة 4896 صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بدء الوحي جماري فرمودة 66 فتح الباري لبرتوشي التعبير برتوشي الحدود برتوشي الطب برتوشي بدء الوحي برتوشي تفسير القرآن وروى مسند إمام أحمد برتوشي مسند الأنصار والمصنف لبرتوشي المغازي وروى مصنف عبد الرزاق لبرتوشي المغازي جماري فرمودة 9719 ودوا شد كوادي خنينوا محمد يكفر مودي بخاري كتاب التوحيد جماري فرمودة 7542 محمد دليل رقاي أبو هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية أبو هريرة دليل يهودي كان توراتيان بزماني عبراني دخوين دوا وبو إيما تفسيريان ذكر بزماني عربي لأهل الإسلام بو مسلمانان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري الله قوتي لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم بيغمبر قوتي نبر وين بيبكن نبدر وين بخنوا طبعا. يعني سرشاو لا شوي دا تحريف كراوا بيني من خوي تنا الطبري ضليف طائفة جروبك أواني لمدينة جياون شن كاري شن كردوا هندي لدقانيان شاردو توا هندي كاريان بينا كردوا ماناي وشكانيان لدقان غوريوا باشا باشا غوريوا وأوي تريشان قرطاسيان دروس كرديا فروشتي أنا بزماني عربي أما تشبي وندي بالتوراة وبزم رزمه هي لا شويدا لا شويدا قراوا ها